المده ديال الانجاز ديال النفق ديال الجسر خدات لنا 15 شهر. طبعا اليوم الهدف هو فك هذه الكثافه ديال لا سيركولاسيون على المرتفقين. غادي نقص ان شاء الله بواحد 12 مينوت 12 دقيقه على يعني السير والجولات. الطريقه كفصلتنا بزاف وحنا مولين طاكسيات كان كليان غادي يدير به دقيقه كدير به نص ساعه. حنا مكرفسين والكليان مكرفس وكلشي مكرفس والناس الله يهديهم راه ما سرباوش هذه الطريقه هذه تعطلوا فيها بزاف. لا صراحه من احسن الجسرات اللي هنا في كازا بعدا ولا في المغرب كاع بعدا. هذا زعما عجبني يعني وليت كدوز خاويه الدنيا مزيانه. انا اول طاكسي طلعت فوق منه جيت منه كنعانيو بزاف وبزاف ديال الاكتظاظ والطريكات محبوسه وعانينا منها بزاف. الحمد لله ملي تحلات. شنو التراجي اللي كنتي كدير بهاد لامبوتياج؟ كندير مديونه برشيد دروه كراجع الليل. يعني حتى التوقيت كنتو كدورو كتمشي ساعه ساعه ونص باش كترجع. دابا كيجا دابا الحمد لله مزيان دابا ما كان.